الشباب وتحديات جائحة كوفيد-19. تحت هذا العنوان نظمت وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان ندوة علمية تخليدا لليوم الدولي للشباب، وتشكل هذه التظاهرات مناسبة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها فئة الشباب، كما أنها تعد فرصة لتبيان الاستراتيجيات المناسبة للتغلب على العراقيل المطروحة في المجال. قطاع الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بيّن أهمية تخليد هذا اليوم، مذكرا بالاستراتيجيات والبرامج التي من شأنها تعزيز دور الشباب في العملية التنموية للبلاد. يواجه الشباب عبر العالم تحديات كبرى زادتها جائحة كوفيد-19 التي أناخت بكلكلها على المعمورة وقعا وحدة. تلك التحديات التي من أبرزها التعليم والتكوين والتشغيل، وهو ما يستوجب من كل الحكومات تحيين الرؤى والمقاربات والاستراتيجيات والمخططات من أجل رفع التحديات والتوظيف الأنسب لما لدى الشباب من حيوي الطاقات والتحقيق الأمثل لما يتوق إليه من شرعي التطلعات. يولي البرنامج الرئاسي لفخامة رئيس الجمهورية محمد بن الشيخ الغزواني مكانة فائقة الأولوية والترتيب للشباب تعليما وتكوينا وتشغيلا وترفيها، وقد عبئت خلال السنتين الماضيتين موارد عمومية كبيرة، واستحدثت برامج ومشاريع وخلايا متعددة، وبذلت جهود تخطيط وتنفيذ ومتابعة معتبرة من أجل توفير الظروف المناسبة لترقية الشباب الموريتاني. آتت نتائج جيدة بكل الصعود والاتجاهات، والأمل معضد بالعمل في أن تتسارع وتيرة تحقيق تلك الأهداف خلال السنوات الثلاثة المقبلة، سبيلاً إلى التحقيق الكامل لتعهدات رئيس الجمهورية في مجال الشباب تشغيلاً وتكويناً وترفيهاً. ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة المتحدث باسم الهيئات الأممية العاملة في بلادنا السيد مارك لوسيه عبر عن سروره بتنظيم هذه التظاهرة التي ستفتح المجال لطرح الأفكار والآراء المرتبطة بتعزيز قدرات الشباب في مجال التحسيس بخطورة جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على بلدان العالم أجمع. الممثل الأممي بيّن استعداد الهيئات الأممية لمساعدة موريتانيا في مواجهة الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19 من خلال توفير وسائل المكافحة والمشاركة في تمويل حملات التحسيس بخطر الوباء. وعلى هامش هذه الندوة أفسح المجال لشباب ولايات نواكشوط الثلاث لطرح رؤاهم وتصوراتهم حول موضوع الندوة، وعبر تقنية الفيديو شارك أيضا ممثل الولايات الداخلية في النقاش، حيث أثيرت التحديات المطروحة وقدمت مقترحات وحلول بيّنت الأسلوب الأمثل للتعاطي مع الجائحة وإكراهاتها المختلفة.